طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن الموضوع، تخصص اكتر اسمه Selective Hydrogenation، الهدرجة الاختيارية. بقول لك معنى السلكتيفيتي بتاعت الهيدروجينيشن ليها معنيين، ممكن تكون معناها partial stepwise reduction of single molecule، يعني هو مولكيول واحد such as reduction of acetylene. يعني هو انا عندي ثلاثة تريبل بوند في مولكيول، تو ايثيلين عايز احولها لدبل بوند بس، then to ethane. ثم الخطوة اللي بعد كده شوف عايز ايه، عمل ستيب وايز، عايز خطوة كده وخطوة كده وخطوة كده. ده أول معنى. المعنى التاني اسمه preferential reduction of one or more functional groups with respect to other present. preferential يعني تفضيل، اختزال تفضيلي لواحدة في functional group أو أكتر، مع احترام وجود المجموعات اللي موجودة. يعني انا عايز اهدرج مجموعه معينه ومش موجوده في الثانيه. بيقول لك في الحاله السابقه دي الجروبس ممكن تكون ديفرنت، زي الجروب مثلا مجموعه الاستر سي او ار، او كلوزلي ريليتد، يعني حاجات قريبه من بعض زي الاوليفينيك اند اروماتيك دبل بوندز. يعني ممكن تكون حاجات تقول ليها علاقة ببعض زي الدبل بوند بتاعت اللي هي الأوليفينيك اللي موجودة عادي في المجموعات، أو الأروماتيك دبل بوند اللي هي جوه في حالة البنزين. مثال، هو بيضرب مثال هنا زامبل، بيقول لك زامبل هدرجة الإيثايل بنزوات، ده إستر أهو ويز أتكن كاتاليست. لما بقى أهدرج الإستر بالأتكن كاتاليست ليدز تو بنزيل الكحول، بتديني بنزيل الكحول through the reduction of ester group. يعني لما بعمل هدرجة او بعمل اختزال لمجموعة الاستر whereas using راني، لكن في لو انا استخدمت راني نيكل give ethyl سايكلو هيكسان كاربوكسيليت، ethyl سايكلو هيكسان، ethyl سايكلو هيكسان كاربوكسيليت by selective attack to بنزين، ده بين قوسين effect of catalyst and temperature. طبعا الروني ملوش تأثير على الاستر، فبيخش ياكل حلقات البنزين، بيعمل لها عملية هدرجة. الرسمة باينة قدامي اهو، ادي ال بتاع ده ال reduction of ester group اهو، بنزوات ايثايل بنزوات اهي، ادي الايثايل بنزوات، ادي ايثايل اهي، وادي مجموعه البنزوات، ادي الايثايل اهي وادي البنزوات، ايثايل بنزوات، بعمل لها ريدكشن بالاتكن كاتاليست عند ضغط 250. الاتكن ده بيعمل ايه عند حراره 160 وضغط 250، ده متخصص. الاتكن ده متخصص في ايه، في الاستر، بيديني بيكسر الاستر هنا، بيديني اتنين كحول كده اهوت، واحد الصوانتت اللي هو بتاع الكحول الايثيلي اللي هو جاي من مجموعة الايثيلات الايثايل او الايثوكسي، هتديني هيحصل لي هيدروجينيز طبعا هتتكسر، وهيديني ايثايل بنزايل الكحول، بنزايل الكحول، ودي خلال عملية اسمها الهيدروجينوليسيس الربط نفسها هتتكسر هيدروجينوليسيس. طيب في نفس الوقت انا لو الايثايل بنزوات عملت له ريدكشن ب راني عند ضغط 100 وحرارة 50، حرارة 50 بس، يعني شوف هنا مش موجود كبير، يعني هدرج الدبل بوند، هدرج الدبل بوند كده اهوت، راني كال الدبل بوند، كال اللي انا قصدي اسف كال الحلقات البنزين، اداني ايثايل سايكلو هيكسان هيكسانوات، هيكسانوات ايثايل سايكلو هيكسانوات، هيكسانوات ايثايل سايكلو هيكسانوات. طيب ده تأثير نوع، تغيير نوع الكاتاليست مع التمبريتشر، ادي دي حرارة 160 فوق ودي 50 تحت، وادي دي اتكن كاتاليست وده رانينيكا. بيقول لك هنا بقى ايه افكت اوف سولفنت، نقرا كده، بيقول لك ذا موست كومن سولفنتس، اكتر السولفنتس المستخدمة الميثانول والايثانول والخل الاسيتيك اسيد،
الحاجات البسيطة جدا الموجودة في السوق. بقول لك ميني هيدروجينيشن اوفر بلاتين ميتال كاتاليست ار فيفورد باي سترونج اسيد. بيقول لك معظم عمليات الهدرجة بالبلاتين المعدن اللي هو النوبل بس كده لوحده فيفورد بتفضل عن طريق سترونج اسيد حامض قوي زي الريدكشن بتاع البارا نيترو ستيرين. بارا نيترو ستيرين، طيب ان البارا دي قاعده على ايه؟ على نيترو، لان هي بارا بتاخد اللي بعديها على طول، بتصاحب اللي بعديها على طول، ملهاش دعوه بقيه المركب. بارا نيترو ستيرين في حامض الخل، في حامض الخليك اسيتيك اسيد، وحامض الكبريتيك في الخل والكبريتيك ده حاطط خلي يعني حاطط حامضين على بعض. ان رابد اند جيفز في شكل سريع لما بحطهم كده وبحط البلاتين جيفز 2 فينايل ايثايل امين، 2 فينايل ايثايل امين. but in absence of حامض الكبريتيك الريدكشن is very slow very slow. ادي استيرنا اهو فينايل CH2 يعني إثين إثيلين لزقته في بنزين ده اسمه الستيرين. ادي الستيرين ال NO2 لزقة فيه، ال NO2 لزقة فيه. انا مش عارف هو اللي كده صح باي نيتروستيرين، اعتقد الباي بتبقى تحت يعني، بس ما اللي غرض ان ال NO2 حصل لها عمليه هدرجه اهو في وجود H2 في وجود البلاتين. طبعا بلاتين B2O2 ما بيعرفوش يجيبوا البلاتين سك، بيجيبوا اللي هو ال B2O2 دوت اللي هو الادم، وهو الهيدروجين بيحوله البلاتين. في البلاتين تحت اهو في حامض الخل وفي حامض الكبريتين، بيديني المركب اللي هو CH2NH2 اعتقد اسمه، بيديني اللي هو 2 فينايل ايثايل امين، 2 فينايل ايثايل امين. المركب كله الاب اسمه ايثايل امين، ايثايل امين. وعلى الحلقه رقم 2 فيها مجموعه ال الامين الفينايل، انا اسف. شكرا واشوفكم الفيديو الجاي.